كرة القدم بانضمام الأردن والمغرب إلى دورات كأس الخليج مستقبلا، وهو ما يمكن أن ما يمكن أن يوسع القاعدة الجماهيرية لهذه البطولات على حد تعبيرها، خلال حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية نشر اليوم الجمعة. وقال السركال في الحوار مع الصحيفة السعودية أنه يؤيد فكرة انضمام منتخبات عربية أخرى، الشيء الذي سيساهم في إثراء وتطوير البطولات. اكتسب